ايه اللي لو انت بتعمل بطولة فيلم من اختيارك والمنتج قال لك نقي اللي انت عايزه انا خليك تعمله، تنقي فيلم ايه تعيده؟ انا عايز اعمل الفيلم بتاع نجيب الريحاني بتاع سلامة في خير. انا مضروب بالفيلم ده ضربة مش طبيعية. انا بحس ان هو معمول النهاردة. كلاسيكي اوي انت. لا الفيلم بيضحك جدا وبحس ان هو معاصر. هو يعني جملته انا مش فاكر. الحدوتة بتاعته، جملة الراجل اللي بيبقى رايح الشغل عادي ومعاه مش عارف حاجة في البريد لازم يوصلها او فلوس او حاجة زي كده، وبيقع في ايد ناس في مهرجة جاي او رئيس دولة او حاجة زي ايوه كده هو شبهه بيخلوه مكانه، بس افتكرت. فبيعيش دور مش دوره وحياته كلها بتتفرمط، والمواقف اللي في الفيلم كلها تهلك من الضحك لغاية دلوقتي. ودي حاجة غريبة، انا بتفرج على الفيلم ده دلوقتي بحس ان هو لسه معمول. واكتر حاجة نفسي اعملها هتجنن واعمل حاجة زي كده ان شاء الله. يا رب. احلى 3 افلام عملهم نور الشريف. في فيلم اللي هو بتاع الصقور ده ولا الصقر، اسمه الصقر، عيون عيون الصقر، الصقر. عيون الصقر. وبحب فيلم الصرخة، اوكي. والفيلم اللي هو كان فيه مدرس والأولاد بيروحوا بتاع بوسي، بتاع اخر رجال المحترمين. ده اوكي. بحب الثلاثة دول انت جدا. وفي حاجات تانية على فكرة، بقى بس الحاجات ذوقك بتاعت عاطف الطيب. مهرجان خرطاش قوي، بس ماشي بس حلو. انا عاطف ده هو احلى افلامه مع عاطف الطيب. طيب لسه واحلى 3 افلام احمد حلمي عملها؟ كده رضا طبعا، اسف على الازعاج. بحب زكي شان جدا. وزكي شان. هضايقك بقى، احلى 3 افلام عادل امام عملها صعب جدا قوي. الصراحة. انا قلت لك 10 هيبقى صعب، بس قول 3. يعني مثلا الافلام المرحله بتاعت وحيد حامد وشريف عرفه، تعالى ناخد منهم فيلم مثلا كده عشوائي وانا مغمض عيني، اللعبه مع الكبار. اللعبة مع الكبار، ادي واحد. وتعالى ناخد مثلا واحد كوميدي. لا هقول لك تبع على واحد وبعدين نختار كوميدي. اتفضل. حتى لو طير الدخان حتى لطير الدخان. ده اوكي. بحبه قوي يعني. عظيم. والحريف ياه انا ما اخترتش قاتم. كوميدي اهو. فيلم قاتم. ما هو ليش فيه؟ بس بحبه بشكل غريب فيلم. انا ما اعرفش انا بحب الفيلم ولا بحب مصر في التوقيت ده ممكن، بس انا ما بحبش يعني. المود ده في السينما، ما بحبش المود الضلمه بس والقاتم ده ده. تقريبا من اكتر افلام اتفرجت عليها في حياتي يا لهوي. يعني. كل ما انا قاعد ما بعملش اي حاجه، الحريف، الحريف من ايام الشريط. عشان كده عمال تزداد سمارا، عارف لو بتتفرج على افلام لحسين فهمي ولا حاجه كانت فكت معاك. لا بس الفيلم ده بالنسبه لي حلو جدا بصراحه. احلى 3 افلام لمحمود عبد العزيز. الحدق يفهم، اوكي. انا بحبه جدا الفيلم ده. وبحب الساحر. اوكي. وناخد حاجة من الحاجات بتاعت الميهي، سمك لبن تمر هندي. اوكي. ياه. ماشي. ما نقتش الكتكات، وما نقتش العار، ولا الكيف، ولا جري الوحوش. اصل الحاجات كلها حلوة، الحاجات دي كلها. انت لقيت حاجات خاصة، انت ذوقك خاص برضه شوية. حلو. احلى 3 افلام لكريم عبد العزيز. واحد من الناس، اوكي. في الازرق، ابو علي. بحب ابو علي جدا. اسألني انت شوية. يلا. اقول لك على الفاكهه وتقول لي بتفكر بمين من الفنانين. ماشي. الرمان. مروان حامد. طب عصير القصب. حمدي المرغني. عصير القصب ده بيومي فؤاد. مظبوط، بس حمدي المرغني برضه. ماشي. البرقوق. برقوق الاحمر والاصفر. أيوة. احمد ومحمد السبكي. اصلا ايش هما فاكرين نفسهم مختلفين. ماشي. طب تعالى نعدي الفاكهه. ايه اول انطباع عنك اول ما شفتني غير اللي انت كنت سامعه بعد بقى ما شفتني؟ انا عندي سنس مع الناس، حلو. اما بشوف حد كويس بعرف انه كويس على طول، ما اعرفش ليه. اللي روحهم طيبه بعرفهم بدري جدا، فمجرد ما بشوفك من غير حتى ما بقول لنفسي كده، زي ما يكون حاجه اوتوماتيك بتبقى اللي هو ايه ده في التمام. عارف في ناس كده تشوفهم من نظرة عينيهم، من طريقة سلامهم. انت من النوع ده؟ ما فيش اي شر في عينك ولا الحمد لله. لقم، الحمد لله. يعني بيور. طب وراك ولا صدور؟ وراك. عكس. وصدور. دكتور كاتب لك. انا احب الفرخة ولا كلها. الدكتور كاتب لي صدور؟ انا احب الانثى كلها. الانثى كلها حلوة. حسام حسن وابراهيم حسن. لا حسام، هو حسام هو الـ الـ العضو الـ الأميس في الثنائية. طب ماشي.
ابو تريكا ولا شيكابالا؟ عيب. انا بسال. لا عيب تسالني السؤال ده والله. ليه والله؟ مش تقليلا من شيكابالا ولا حاجه، بس اكيد هقول ابو تريكا. انا راجل اهلاوي وابويا اهلاوي، ويعني عيب يعني. طب ابو تريكا والله قال شيكابالا. والله العظيم ابو والله تريكا بنفسه. انا بتكلم ككوره، سيبك بقى من الهزار وال ابو تريكا. محمد ابو تريكا. ماشي. بركات ولا بن شرقي؟ لا بركات. والله برضو؟ ماشي. انت اهلاوي. لا هو بن شرقي عمل ايه ولعب كام سنه؟ لا انت عارف بركات عنده كام بطوله وعمل ايه في الحياه؟ عارف بركات عامل كام برنامج؟ لحد دلوقتي صحيح. طب قول لي اكتر ثلاث افلام بتحبهم لسليمان عيد. سهل عليك. طب لو انا سهلت عليك قلت لك اصلا ما بحبش سليمان عيد. لا صعبه، اصل انا اصله فاكهه افلام كتيره، فصعبه انقي ثلاث افلام بحبهم يعني. طب قول لي فيلم من واحد بتحبه مصطفى متولي. يا راجل واحد بس. صعب عليك قوي يعني. اكتر حاجه انت لا لما تشوفها قدامك لا حاضر اتفرج وانت حافظها. لا يعني لا ايه السؤال الغلس ده؟ بس انا يعني اصل انا هقول لك حاجه، انا نظرتي لابويا في فكره ان انت تشوف ابوك ده كاب كابت تشوفه كممثل، فانا الحاجات اللي بتعجبني ليه هي الحاجات اللي مش في شخصيته اللي مش يعني. انا مثلا وانا صغير كنت ازعل قوي انه بيعمل دور الشرير اللي بيتضرب بالنار وبتاع، اما كبرت اكتشفت ان دي احلى ادوار واكثر أيوة. ادوار غير ان هو كان عبقريه ان هو شخص طيب جدا جدا وبيعمل الخشن ده قوي يعني. ايوه طبعا. فلو قلت لك فنيا بحبه قوي 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 في المشهد اللي عمله بتاع اللعب مع الكبار، الضابط اللي دخل ضربه بالقلم بتاع كان ايه يا ساتر على القسوه، وانا ابويا بعيد تماما عن اللي انت شفته ده. والمشهد اللي بعده المرد بقى لما بيروح يتعلم ضرب النار وتخاف وخاف من الطبنجه. مش طبيعي. خاف من الطبنجه. حلو. وانا بقول لك بحبه ده انا بحب له بقى دور الشنطة لحيت انا بحبها قوي، وبحب له دور بقى ده القريب من شخصيته الحقيقيه الطيبه اللي في عينه اللي طول عمري بشوفها دي لحد ما مات، بتاع عنتر شايف سيف. أوه. عارف الفلاحة الطيوبة يا محمد وهتجيب لي بالظبط يا ساتر على جماله في الدور ده. اه حلو. لا انا اسف قلت لك كذا حاجه مش هقدر. وبحب المسيحي بتاع الارهابي. المسيحي بتاع الارهابي يا سلطان. وشمس الزنيت من كنت سايبه. انا سايبه كل ده ما جبتلوش شمس الزنيت. ده اكتر دور بحبه. لا بص يعني بص الله يرحمه. الله يرحمه. بص انا عشان انا دلوقتي افتكرت طبعا. انا هقول لك انواع فواكه. فاكهه. ماشي. كل ما اقول لك فاكهه تقول لي روح وشكل الفاكهه دي بتفكرك بمين من الفنانين، اذا كان بقى قدام جداد زملائنا اصحابنا لا ايا كان رجاله ستات كله. ماشي. التفاح الاحمر. يسرى. يسرى. الموز. نرمين الفقي. ما انا لسه قايل نرمين الفقي. مقبوله. طبعا. التفاح الاخضر المزز. فاهم. مفيد ومز. دي خطيره جدا. هيفاء وهبي. عارف انا دايما اجابتي على دي المثاليه يعني محمد صبحي. بالنسبه لي تفاح اخضر يعني. فاهم. في الدايت. فاهم قصدي؟ مهم جدا. قوي يعني. انت اخترت ايه؟ انا اسف. هيفاء وهبي. هيفاء وهبي. آه الخوخ. الخوخ. خد بالك مسكر ومن بره ملمسه شموه كده. اه. فاكهه عجيبه يعني. عجيبه يعني بتضحك يعني. خيال والله. ما انا بقول لك احساسك جيب مين على طول. اه لا يعني احساسي جيبني ضحك يعني. ممكن الخوخ ده نديله واحد سيف. حلو يعني. عدى دلوقتي قدامي كده. الحرنكش. حرنكش. قال لي اسس. تاني مره حد يقول اسس في حرنكش. التين البرشومي. حمدي المرغني بقى عشان ايه نقفل الملف ده. عارف صلاح عبد الله لما قلت له التين البرشومي قال لي ايه؟ برشومي فؤاد. طيب العنب. غدا عادل العنب. حلو. حبيبتي. القشطه. فاتت القشطه دي انا قلت ان مين الفقي صح؟ مش هقول لك انت خلصتها في الموز. الحلقة. والموز ده كان ممكن ياخده اي حد طويل، احمد بدير كان ياخد الموز عادي. بس برضه نرمين يعني. اه نخليها في القشطه برضه، ايه رايك؟ هي حقها برضه في القشطه. ومش خايف من مراتك وانت تنطلق. لا لا هي عارفه. هي عارفه ان ده نقطه ضعف. ممكن تحط لي صوره نرمين فيه في الصاله عشان تصالحني. يا سيدي يا سيدي. لا لا هي عارفه. حلو ده.
البطيخ. البطيخ ده حلو. احلى دي احلى فاكهه فعلا. عادل امام. الشمام او الكنتالوب، شوف انت يعني. لا لا حلو.